ما هو القانون الحاكم بما يتعلق بالجنة؟ كما هو معلوم أن هذه المسائل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء الذين نقلوا لأقوامهم، فكيف نلتزم بهذا الخبر أن الله سبحانه وتعالى إذا أطاع الإنسان في الآخرة يدخله الجنة وإذا عصى يدخله النار؟ جاء الرسول، جاء النبي يدعي أنه من عند الله. قلنا له: ما دليل صدقك؟ قال: دليل الصدق هذه المعجزة. المعجزة فعل من أفعال يظهرها الله سبحانه وتعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له أن هذا صادق وهو مبعوث من عندي وصادق في كل ما يبلغ عني. فقامت الحجة علينا أن هذا صادق، النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء الذين كانوا يدعون أقوامهم. فقامت الحجة علينا أن هذا صادق. أخبر هذا بأن أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات، الآن تأتي هذه السلسلة من نعيم وعذاب القبر من البعث والجنة والنار. ذكرت سابقا أن مسألة عذاب القبر جائزة عقلا وقد ثبتت نقلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن الرسول، وكذلك البعث جائز عقلا. إذا نظر العقل في هذه المسألة يجوز أن الذي خلق الإنسان يبعثه مرة أخرى، وهذه لازمة شرعا، واجبة شرعا، لأن الله قال إن الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور، فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فإذا فزعوا فلا فوت. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الله يبعث من في القبور، هذا من جهة العقل جائز وواجب شرعا، ونحن يجب علينا الإيمان به، لأن الحجة قامت علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يخبر. الآن بقي مسألة الجنة، هذا خبر عن النبي صح في القرآن والسنة ثابت. إذا نظر العقل في الجنة وجد أن هذا يعني أمر جائز، لأن هذه من الممكنات، مخلوقات العقل لا يقول أنها تستحيل أن تكون، ولا يقول أنها واجبة أن تكون من حيث النظر العقلي. العقل يقول جائزة، وجاء الخبر الثابت من الشرع، إذن يجب علينا الإيمان بها والتصديق والالتزام بهذا الخبر، لأن الحجة قامت علينا كما قلت من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من جهة العقل ومن جهة الشرع. من جهة العادة، من صنع سيارة لا يجوز أن نقول له يعني يستحيل أن تصنع مثل هذه السيارة أو أحسن منها أو بيتا أو طائرة أو أمرا من هذه الأمور أو ما يشابه هذه الأمور. وكذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذه الجنات في الدنيا من طيور وأشجار وثمار، ألوان، روائح، عجائب، أسماك، عجائب إلى ما يتبع ذلك. ننظر نجد جنات في الدنيا ومناظر خلابة. فمن جهة العادة لا يجوز أن أقول لإنسان صنع السيارة لا تستطيع أن تصنع مثل هذه السيارة أو أحسن منها. وكذلك من صنع هذه الجنان لا يجوز أن أقول لا يمكن أن يكون في الآخرة جنان، ولا يمكن أن يكون يستطيع صانع العالم أن يصنع أفضل من هذه الجنان. فالأمر من حيث العقل جائز، ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون. من جهة الشرع لازم يجب علي أن أعتقد به، والعقل يؤكد، يعني من جهة النظر العقلي جائزة، هذا من حيث التجرد. لكن بعد أن قامت الحجة على صدق الأنبياء العقل يقول لك يجب أن تلتزم طاعة الله، يجب أن تلتزم هذا الأمر، أن تؤمن به، لأن هذه المعجزة خارق للعادة، أمر خارق للعادة يثبت أن هذا صادق
ويثبت أن هذا صادق، أنه مبعوث من عند الله. لم نرى ساحرا شق القمر، لم نرى ساحرا فلق البحر، لم نرى ساحرا أحيا الموتى. فإذا هذا ليس بسحر، هذا هذه نبوة بالمفهوم الذي يعني تكلمت عليه وتكلم عليه العلماء في كتب العقائد. فإذا من جهة العقل ليس هناك قاطع يقول لك ليست هناك جنان، من جهة الشرع يجب أن تؤمن بهذا ويجب أن تلتزم بهذا للقواطع التي قامت عليه. ومن جهة العادة أيضا هذا الشيء غير ممنوع. إنسان صنع جنة في الدنيا كما نرى البساتين والمسابح وإلى ما يتبع ذلك، نقول له لا تستطيع أن تصنع مثل هذه الجنة، هذا جنون. وكذلك ولله المثل الأعلى، صنع الله هذه الجنان في الدنيا، نقول له ليس لا تستطيع أن تصنع جنان أو ليست هناك جنان، هذا جنون. قال تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول. فهذا هو القانون الضابط لمسألة وجود الجنة وثبوتها والإيمان بها والتزام طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ندخلها ونخلد فيها، والله هو الموفق.